اسمي نور الدين حديد، لعب العاب قوى بال100 وال200 متر. من انا وصغير كنت عايش بالسعوديه لحديت ما جينا على لبنان بال2008، وكانت كثير صعبه علينا النقله من السعوديه للبنان. ففتت على الجيش لسببين، اول شيء لساعد اهلي، وثاني شيء لانه الجيش بيهتم بالرياضه. فوتت على الجيش بال2010، اضطريت وقف مدرسه واشتغلت كعسكري لسنتين، بس ما نسيت هدفي الاساسي انه كمل سبور. بال2012 شاركت ببطوله الجيش بالالعاب القوى بال200 متر وعملت سادس. هون تعرفت على الكوتش جورج عساف اللي هو كوتش منتخب الجيش لالعاب القوى. بعد السبق حكينا الكوتش جورج عساف لانه شاف فيي بوتنشل، وسالني اذا جاهز ضحي بوقتي واتمرن تمرينتين بالنهار. وهيدي هي اللحظه اللي كنت ناطرها وغيرت لي حياتي. بال2013 بلشت اتمرن مع منتخب الجيش. كان التمرين كتير صعب، أول شغلة لأنه كنت بدي اجي من جنوب على بيروت كل يوم، تاني شغلة لأنه كنت بدي اتمرن تمرينتين بنهار بين ملعب وبين الجيم، بقيت على الحالة أربع سنين. خلال هالأربع سنين تعبي وتعب الكوتش جورج عساف ما راح ضيعان. بلشت أربح بطولة لبنان وبعدين صرت مثل لبنان بالبطولات الخارجية مثل بطولة العرب وبطولة آسيا. فمن بعد ما برهنت جديتي والتزامي بالتمرين، قرر الكوتش جورج انه يأمن لي البيئة المناسبة لننقل ماي بيرفورمانس على ليفل اعلى. سو بتشكر ليبانيز يونغ تالنتس، كوتش جورج عساف اللي أمن لي سكن قريب للتمرين، وصار كل شيء محصور بنفس المحيط. فمن ورا هيك قدرت كون أول لبناني بحقق المركز الرابع ببطولة آسيا بال200 متر. ومثلت لبنان ببطولة العالم بقطر. وأهم إنجاز حققناه انه تمثيل لبنان بالالعاب الاولمبيه طوكيو 2021. خلال هالفتره اللي عم تقدم فيها كرياضي، حكينا الكوتش عن مستقبلي مش بس كرياضي بس على الصعيد المهني، فاقترح انه فوت بسبورتس اكاديمي سكول يلي هي مدرسه اسسها هو وشركائه، هدفها انه الرياضي يقدر يكمل علمه ويركز على تمرينه بذات الوقت. بال 2018 رجعت كملت علمي، تأمن مستقبلي من بعد الرياضه. أنا هلأ قلتي آخر سنة بالتعليم المهني، وفي أقول بكل فخر أنه نجحت من الناحية الرياضية والناحية الدراسية.